السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. وصل منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد نتائجه الإيجابية في البطولة الآسيوية، فبعد أن ضمن في الجولة الماضية التأهل لبطولة كأس العالم المقبلة والتي ستقام في فرنسا، تمكن منتخبنا من تصدر المجموعة الثانية بعد فوزه على نظيره السعودي ب 25 هدفا مقابل 24، ليحقق بذلك منتخبنا الوطني انتصاره الخامس على التوالي في البطولة الآسيوية. إلى الجناح نشوف هذا. وكان المنتخب السعودي قد ضمن بلوغ نهائيات كأس العالم القادمة في فرنسا مستفيدا من فوز المنتخب الإيراني على نظيره الإماراتي ب 34 هدفا مقابل 32 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على صالة مدينة خليفة الرياضية. في المقابل تمكن المنتخب اللبناني من تحقيق الفوز على نظيره الصيني بفارق هدفين وبنتيجة 30 هدفا مقابل 28 في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية.